السلام اصدقائي، كيفكم؟ رجعت لكم اليوم بمقطع. لك مطلع راسك وري عليك، لك شلون منبه؟ طلع راسك طالع مبين جني وبعد والله نقزتني. فاصدقائي وحبايب قلبي، مثل ما شايفين هلا نحن داخل الغابه، ومثل ما قلت لكم في معي صديقي والمصور تبعه، قاعدين عم نستكشف. فاصدقائي الغابه اولا كثير كبيره، حجمها جدا كبير، هلا فرجيكم اياها بطائره الدرون. والساحره بعثت لي صوره النبته، رح فرجيكم اياها، لكن صدقا هي الغابه كثير بتخوف اصدقائي. رح فرجيكم صوره النبته، شايفينها ليك بعثت لي اياها. هي النبته شكلها كثير غريب، انا صراحه اول مره بشوفها. فافضل حل هي قالت لي بتلاقي في تله عاليه داخل هي الغابه. هي التله كثير عاليه، وينكم؟ يلا تعالوا يلا. هي التله اصدقائي موجوده، قالت لي داخل هي الغابه اعلى تله موجوده بتلاقي النبته هنيك، يعني بهالمكان هذا موجود. فانا ما عم بعرف كيف بدي الاقي اعلى تله، انا قاعد عم بطلع بالغابه مثل ما شايفين. فقلت انا انسب حل اني اطلق طائره الدرون وشوف وين هي التله العاليه وبعدها اروح استكشف اصدقائي. اصدقائي شوفوا شو لقيت هون، لقيت هذا الطريق، هذا الممر بظن انه بيودي لراس التله، تمام؟ لراس التله اللي فوق. فانا اصدقائي مثل اللي ضايع، ليكو كم طريق فيه، 1 2 3 4 مليان. فانسب حل اني اوقف على هديك التله واطلق طائره الدرون وشوف حجم الغابه واقدر امشي بالاتجاه الصح. طيب هل يلا اصدقائي هل احنا اذا اطلقنا الدرون ما بيجي ما بيجي حدا بيتجمع علينا؟ لا ما بيتجمع علينا. بتحسن تمشي بين اشجار؟ بتمشي بتمشي من طلع هيك من فوق من بين الشجر، نحاول نخليها ما تضرب يعني. حلو. طب انت شو بدك تستكشف؟ بدي استكشف راس التله العاليه لحتى اعرف وين موجوده النبته واقدر اجيبها. هي رح تكون بس موجوده. بس جبت النبته شو حتسوي فيها؟ بس جيب النبته بدي اعطيها للساحره. هي الساحره ما بعرف شو يمكن تعمل فيها، سحر اسود، ممكن تعمل تاذي فيها الناس، بس انا وعدتني وحلفت يمين على اساس انه ما لا تاذي حدا. فرح نجرب مع بعض ونشوف شو هي النبته ونستكشف وبعدها نوديها للساحره ونعرف شو رح تسوي فيها. انا بلشت اشك بالامر. يلا لا ان شاء الله ما في شيء بخوف. اوه ليك 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 شو هذا؟ ليك ليك في شيء، والله العظيم في شيء. طلعوا اصدقائي، طلعوا طلعوا ليكوا فوق فوق، والله العظيم في شيء اثنين. رجع رجع رجع، في شيء عم يتحرك. بدينك والله العظيم، اقسم بالله العظيم كان فوق، والله العظيم كان فوق. رجع رجع محمود، رجع رجع. بيكون هذا شو هذا؟ عم اقول لك والله العظيم فكرني عم بمزح، والله طلع لفوق، بس قرب شوي لفوق. اجري صار رجعوني، والله اجري صار رجعوني. تعال تعال خلينا نقرب لفوق نستكشف. تعال يلا اصدقائي رح نطلع لفوق لراس الجبل وبعدها نشغل طائره الدرون ونستكشف الغابه كلياتها. طيب طيب هون هون كان في شيء، والله العظيم كان في شيء هون اصدقائي. ليكون شارع؟ لك لا لا مو شارع يا اخي، غابه كبيره. تعال تعال قرب يا زلمه، نحن كثير بعدنا. طلع وين صرنا؟ ليكون ليكون هون 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 في شيء. بدي اطلع اطلع لفوق، والله العظيم يا جماعه في شيء هونيك فوق، والله العظيم. اطلعوا محل ما طلع محمود. انتبه انتبه محمود، انتبه انتبه، شوي شوي جايه معك، استنى جايه معك. اطلع 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 لفوق، والله كنت راح اوقع من فوق من راس الجبل لتحت. انتبه 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 انتبه. تعال قرب قرب عصام، تعال. والله هديك هديك الجهه كان هون. بسم الله الرحمن الرحيم. لك مو شارع مو شارع، عم اقول لك مو شارع، سياره كبيره، ما في شارع. وين؟ تعال تعال نطلع من هذا الاتجاه، نشغل طائره الدرون هون. بسم الله راح نشغل طائره الدرون هون، شو رايك؟ فاصدقائي وحبايب قلبي، هي طائرة الدرون صارت جاهزة مثل ما شايفين، هلا رح اطلقها ولحتى استكشف قديش حجم الغابة كبير، تمام؟ والله العظيم يا اصدقائي هي الغابة مرعبة كثير، يمكن اذا اتحداكم اذا في اقوى مغامر بيقدر يفوت عليها بالليل، كثير حجمها كبير. هلا رح فرجيكم بالطائرة قديش. يلا اصدقائي الطائرة انطلقي لفوق. فاصدقائي وحبايب قلبي، مثل ما شايفين هلا رح ننزل، نحن اكتشفنا حجم الطائره وعرفنا انه التله بهداك الاتجاه، فهلا رح ننزل ونطلع هيك ونوصل لهديك التله محل مو موجوده النبته. يلا اصدقائي يا جماعه، فكره المغامرات فكره كثير حلوه، بس بالاخص انه لازم يكون عندك جرأه وقوه قلب، لانه اذا ما كان عندك قوه قلب وجرأه ما رح تحسن تدخل على اي مكان لحالك حتى لو كان معك رفقاتك. فهو الخوف هو اللي بخليك انك انت تستضعف، يعني تكون ضعيف بالدخول. فهي مغامره كثير حلوه بالعكس، يعني انا بستمتع كثير بشغلات انك انت تدخل وتكتشف مليون الف قصه قصه، بس بالاخص هي الغابات، الغابات كثير مخيفه الصراحه. فاذا بالصبح وهيك بالليل شو حيصير؟ اصدقائي وحبايب قلبي، مثل ما شايفين هلا نحن رح نغمق لهنيك، لانه الجبل تبع اللي موجود عليه النبته بيبعد عنا تقريبا مثل ما شفناه بالطياره شي 50 او 60 متر، وهي الطياره موجوده. يلا خلينا ننطلق اصدقائي نستكشف اكثر. يلا مغامره مره قويه.
ما بتخاف انت دائما هيك؟ لا ما بخاف. ها؟ هيك يعني حياتك عادية؟ حياتي عادية. يعني طالي شياطين بالبيت بس عادي ما عادت اتأثر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه شباب والله فرحت تعبت. طلع لك افعى؟ حسيت افعى، ما بيطلع لنا افاعي هون؟ لا لا تخاف لا تخاف. رح تشيل لي شعري وتقول لي ما تخاف؟ يا جماعة والمغامرة قيد ال ايش بقوله؟ قيد الانشاء. قيد الانشاء، لسه عم ننشئ المغامرة انشاء. طبعا هون ما في شيء مرعب اكثر من هنيك اللي خوفتنا، انه انا ضيعتهم والغابة كثير كبيرة، فالمغامرة مرة صعبة انه هيك يكون واحد. تصور نضيع، ما في اتصال على فكرة الشبكة. ما بنضيع. لا لا على فكرة الشبكة ما في. اجت الطيارة وطي وطي. والله رعبتني. لك ايش اجت الطيارة وطي وطي يا زلمة؟ انتوا قاعدين عم نلعب سباق هون، نحن فيلم ولا شو؟ لا اجت ولا شو؟ هيوا. فاصدقائي وحبايب قلبي، شايفين هداك الوادي اللي موجود تحت؟ والعلم عند الله، يمكن النبتة تكون موجودة تحت. فمثل ما شايفين انا ما لاقدر انزل لانه هي كتير غميقة، فرح ابعت الطائرة لهنيك استكشف فيها ورد ارجع ان شاء الله. هاي الطائرة شوفوها، شايفين؟ يلا يلا بسم الله. يلا اصدقائي، مثل ما شايفين رح نطلق الطائرة، اذهبي الى الاستكشاف. ليك ليك ليك، في شيء اسود تحت، والله العظيم في شيء اسود. وينه؟ هنيك هنيك. ليك ليك، تعال شوف 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 شوف، تحت الطيارة. ليك ليك ليك، طيارة. صور صور هون. ليك ليك، طلع طلع طلع، هنيك هنيك هنيك، شايفه؟ ليك 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 ليك، في شيء هون. بسم الله الرحمن الرحيم، طلع طلع، تعال صور الكاميرا الثانية بسرعة. هذا شو هذا؟ هي اللي يكون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لك لا لا، شو ليك عم يتحرك عم يتحرك، شوفه. بسم الله، طلع 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 عليه هون. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى استنى لرجع، قرب الطيارة عليه، قرب الطيارة. فهلا مثل ما شايفين اصدقائي وحبايب قلبي، نحن اكتشفنا شيء بالغابه هنيك محل ما كانت الطائره واقفه. انا وقفتها هنيك مكان هذا الشيء، وانا راح اروح انزل لعنده، ما لا استكشف يعني وخليها ترجع لعندي، لا انا راح انزل لعنده واعرف شو هاد واطلع عليه. بركي كان في شو اكلك ولا شيء ياكلني؟ شو بده ياكلني؟ حيوانات ولا وحوش؟ تصور هيك فيه هلا حيوان هي تجي هيك هلا حيه، معلش المهم ما يطلع شيطان بس. يلا خلينا ننطلق. حيوانات معلي بس المهم ما يطلع. الارض الله ما بتسحبني، لا تخاف. يلا اصدقائي يلا روح ارجع. يلا الوضع. يلا خليكم خايفين فوق. يلا عم رائب. ايه رائب رائب. يلا بسم الله. وين الطائرة؟ ليك 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 الطائرة، ليك هاي الطائرة اصدقائي مثل ما شايفين. انا جيت لعندها، والله العظيم هاي الغابة مرعبة يا اصدقائي، جد جد كثير مخيفة. تفرجوا هاي الطائرة صارت موجودة هون، ليك هاي هي. شايفين الطائرة اصدقائي، طائرة الاستكشاف. فهلا على الاغلب يمكن انا ما بعرف النبته وين موجوده. ليكوا تطلعوا هذا الوادي، شايفين الوادي هذا اللي تحت؟ راح احاول زوم لكم عليه اصدقائي، تطلعوا شوفوا الوادي شو كبير، شايفينه؟ فانا راح انطلق لهداك الوادي واكتشف ودور على النبته، وان شاء الله اني لاقيها، لاني صار لي كثير عم بتعذب ودور بهي الغابه. صراحه ما بعرف هي الساحره شو بدها بهالنبته، ليش هيك كثير اصرت انه ضروري 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 لازم تجيب لي اياها لهي النبته. يعني انا استخدمت الطائره وجبت معي شخص ومصور وكاميرتي وكاميرته وكل شيء، ما عم نقدر نلاقي هي النبتة. فرح احاول اخر مرة واني اتقدم لتحت على هذا الوادي وشوف، هي اساس على تل الجبل تمام، بس ما بعرف اذا كان في هيك نزلة من هون وبنرجع نطلع على الجبل. يلا اصدقائي، فهذا محمود اصدقائي مثل ما شايفين، بعد ما خبطت الطائرة خبطت بالشجرة فهو جاب لي اياها. تعال محمود تعال. لك راح برا غرز. لك اوه لا توع، انتبه لا توع. تعال تعال اسمع اسمع الاصوات اللي هون، والله العظيم في اصوات تحسها هيك بتخوف. سامع سامع هاي الاصوات؟ ايه. هذا المصور شبه يبس بالارض. استنى احمد تعال عصام، تعال لا يطلع لك جني هلا ياخذك. تعال يلا تعال تعال. زين زين محمود نزيل، كفو عليك والله. وين الطائرة؟ فرجيهم ياها فرجيهم. لا ايه طيارة $600 يا جماعة. فإذا بتحبوا انتوا هيك شغلات، وين نبتة هلا همشي. أصدقائي اطلعوا قديش في نبتات بهي الغابة، والله العظيم اطلعوا الغابة قديش كبيرة، لك كتير كتير كبيرة. وتقولوا غابات الأمازون، شوفوا قديش فيها نبتات، أنا شلون بدي أقعد أدور على هي النبتة. يلا محمود تعالوا تعالوا قربوا لهون، رح نستكشف هون. هذا المكان الأخير لازم نلاقيه هون، لازم، لانه نحن بعد ما طلعنا من الجبل هداك نزلنا دغري فورا على الوادي، فهي لازم تكون بهذا الوادي. المشكله اصدقائي انه الساحره ما اعطتني كثير اشارات، قالت لي بتلاقيها على الجبل على راس جبل، فانا طلعت على الجبل ورديت نزلت.
عرفتوا؟ يعني عراس تلة ما قلت لي على جبل، عراس تلة بتلاقي في منه هنيك، وعطتني شكلها، فرجيتكم صورتها، بعثت لي شكلها وقالت لي هي هي النبتة، بتجيب لي منها وبتجي. لا وقالت لي بتكتر لي منها حصرا، يعني انا ما بعرف اصدقائي شو بدها هي من هي النبتة، انه بتكتر لي منها. طلعوا طلعوا لهالمكان، شوفوا لهالمكان اللي نزلت له، والله العظيم مخيف. شوفوا طلعوا شوفوا، يعني صارت اذا حدا بده يطلع لفوق يطلع من الغابة، صارت بعيدة كثير. يعني انا صرت داخل وادي، ما بعرف اذا بيطلع لي حيوانات، بيطلع لي افاعي. ايه شوفوا شوفوا اصدقائي، شوفوا المكان. يلا اصدقائي وحبايب قلبي، الحمد والشكر لك يا الله، لقيت النبته ليك. طلعوا مثل المشافين، شوفوا وين موجوده اصدقائي، يعني بتعرفوا الشيطان ما بيشوفها. ليكوا يا دوب الشمس طالعه من بين الشجر، هي هي النبته، رح صور لكم بس زوم لكم عليها. ليكوا ما في مثلها ابدا. هلا رح اقطفها قدامكم، اطلعوا كيف رح اقطفها قدامكم، شايفينها؟ ليك هي هي، انا اطفتها قدامكم، هي هي نفس الصوره. طلعوا على الصوره وشوفوا المكان اصدقائي، المكان كلياته ما في مثل هي النبته ابدا، ما في، يعني نادرة نادرة كثير، يعني مو موجود منها. فأنا لقيتها هلا، رح أضبها بشنتايتي أصدقائي وننطلق. فأصدقائي وحبايب قلبي، الحمد لله هي هي لقيناها بعد عناء كثير. محمود إجرين شلوا ومن الخوف يمكن ما عاد قدر يتحرك. فأصدقائي وحبايب قلبي، هلا رح نطلق الطائرة لفوق الغابة وفرجيكم قديش حجمها كبير. وهي هي النبتة، هلا رح أحطها بالشنتاية، خليها هون موجودة مشان ما تضيع. يلا وراقبوا لي الطائرة، صورها لكم. فمثل ما شايفين اصدقائي، شوفوا قديش حجم الغابه كبير. طلعوا شوفوا شوفوا، انتم مفكرين انه غابه صغيره، طلعوا اصدقائي قديش حجمها. شوفوا شوفوا ليكوا، هلا نحن هون تقريبا، نحن تحت يعني بتقولوا كانه نقطه. شوفوا هاي الفتحه، شايفينها؟ نحن هون موجودين. فمثل ما شايفين اصدقائي، الحمد لله هلا لقينا النبته هاي، والطياره رح ننزلها ورح ننطلق ونشوف شو ردت فعل الساحره بعد ما دق لها تليفون وقال لها انه انا لقيت هاي النبته. يلا يا اصدقائي، ونقول يا رب ان شاء الله ما تاذي فيها حدا. يلا محمود خلينا ننطلق. يلا يلا نمشي. وين الطائره لك نزلها؟ فاصدقائي وحبايب قلبي، مثل ما شفتوا الحمد لله ليك النبته موجوده، فانا راح اخذ منها هي القطعه بس، لانه انا ما لقيت غير اصلا بكل المكان. هلا راح انهي الفيديو، ان شاء الله يكون خفيف عليكم هذا، يمكن ما كان فيه رعب كثير، ما كان فيه اثاره، بس ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. وبالنسبه لمحمود كمان يوتيوبر، اذا بتحبوا تروحوا تشوفوا قناته، تحت راح يكون رابطها بالوصف اصدقائي، روحوا دعموه بيستاهل الزلمه. ويلا حبايب قلبي خلينا ننطلق لوين؟ عند الساحره الى الفضاء. لك مو عند الساحره، بكره عند الساحره. الى اللقاء اصدقائي، سلام.